على مدار يومين شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الصينية الأولى للتعاون والتنمية والتي عقدت بالمملكة العربية السعودية بالرياض. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلا عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، حيث تستهدف القمة البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وعلى هامش القمة عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة الرياض، استهلها بالرئيس الصيني تشي جين بينغ والرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والسيد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. واختتم السيد الرئيس مشاركته بالقمة بلقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، حيث هنأه السيد الرئيس على نجاح القمة، كما تناول اللقاء مجمل العلاقات المشتركة بين البلدين. وعقب انتهاء فعاليات القمة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار خالد الدولي عائدا بسلامة الله الى ارض الوطن.